مرحبا بكم في قناتي كاتي ايدل. فيديو جديد وبلوك جديد، نتمنى يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم كما شفتوا حنا اول خرجه من بعد كونفينمون، غادي لموروكو مول. هي الدخله، ها هما كتشوفوا الاحتياطات اللي كيديروا، دايرين الاحتياطات كامله والتفتيش. حنا دخلنا لداخل الكمامة ضروري. تصبروا معنا الكمامة. هنا انا ركبت الصوت على الفيديو لانه كان اذان، والاذان يعني محطوط ديال الحرمين، ماشي ديال ماشي اذان يعني مباشر، ولا هذا يعني كاين فيه حقوق النشر، راحيه الصوت. وانا دايره جوله بكم هنايا في هذه البلاصه فين كاينين لي براند، يعني غندوزو من حداهم. وكما معلومه انه ممنوع تصور المنتوجات، انا غادي غير ندوز من تمايا. خليكم معايا ما تمشيو لتا شي بلاصه. صراحه الواحد ما كيخرج، هو داك الاحساس اللي ديال قبل كورونا ماشي هو الاحساس اللي كاين دابا. بصراحه كتحس بواحد كانه الجو كئيب وما فيش ديك الحيويه اللي متعودين عليها قبل. الله يفرج على كل مسلم، والله يبعد علينا هذا الوباء يا ربي، ونرجعوا لايامنا ايامنا الزوينه اللي نخرجوا فيها ما نخافوا من حتى شي حاجه. هنا هذا الممر طبعا اللي فيه البراندات الكبار، فيه بلا ما نذكر الاسماء. انا ما كنتش كندير تعليق كالاذان، ما خصنيش ندوي. غادي نوريكم دابا واحد، دابا لي جوله في موروكو مول، دابا غنوريكم واحد الكوان انا فين كيعز عليا نجلس، يعني الكالم بمعنى الكلمه. خليكم معايا وغادي تشوفوا. غادي نطلعوا مازال الفوق، كاين الفوق. طلع لي واحد الكوان فوق حدا السوق، السوق فين كيبيعوا داكشي التراديسيونيل، كلشي ما هو يعني تقليدي، جلالب، اواني، كلشي. غادي نطلع انا وياكم ونوريكم وتشوفوا.
المفاجأة أنني لقيتهم جمعوه صافي حيدو. صراحة كان كوان كان جي نتكونسونطرا فيه هنا سدو ما عرفتش واش علاقة حساب الكونفينمون ولا حساب هادشي ديال كورونا. والله إلا كنت هنايا كانوا دايرين واحد الزرابي كبار ودايرين فوطايات مريحين. وهنايا لهاد البلاصة السوق داخل السوق كاين الكافي اللي كطلبي كانت كتكون الموسيقى هادية. دوماج دوماج ديزولي والله الا انا براسي جاي على قبل باش يعني ناخذ كوانت هنايا. سبحان الله العلي العظيم مع الكونفينمون راه تسير لي سولتو سيكوريتي قال لي بزاف ديال الناس اللي صافي سدوا المشاريع ديالهم يكون في عون الناس كلهم. انا تاني حيد الصوت لانه كاين اغنيه اجنبيه وطبعا حقوق النشر. غادي نديرو جوله لتحت وقبل من داكشي غادي ناخدو فيديو للاكواريوم من الفوق يعني نشدو من الفوق منظرو راه كيكون جميل. صراحة فهاد الحاضر والصحي وزمن ديال الكورونا الناس بزاف اللي تضروا والناس بزاف اللي سدوا المشاريع ديالهم والأغلبية ديال المحلات مروكو مول كيبانوا لي مسدودين. والله يكون في عون أي واحد. احنا نازلين وتحية للناس ديال النظافة ورجال الأمن وكاع السهرانين على سلامتنا وصحتنا. تحية ليوم كبيرة من هذا المنبر ما نساوهم شتاهم معايا. ومكملين جولتنا هالأكواريوم من التحت كتشوفوه باقي الناس. الصراحة باقي الناس خايفين كيخرج الواحد وخايف لا يتعادى لا يتانفيكتا ولكن الحمد لله الله يحفظ كل واحد والحمد لله هادشي أمر الله معتنا لا اللهم لا اعتراض. دابا جيت انا وياكم المرجان بغيت نوريكم واحد الحاجه كنت كنديرها بصراحه. هذيك القهوه اللي هذيك البلايص داك الكوان اللي لقينا ساد اش كنت كنجي ندير يعني غنشارك معكم واحد الحاجه اللي هي اللي بسيطه ولكن كانت يعني نقدروا ندير نخلقوا راسنا السعاده من ولا شيء. كنت كنجي هنايا المرجان كنمشي لبلاصه الحلويات خليكم غنديكم معايا نمشي لبلاصه الحلويات كناخد جوج حلي كنجي انا وصاحبتي وصاحبتي بحال اختي كنجي انا وياها لهنا كناخدو جوج حليوات ما عرفتش واش دايرين واش 17 درهم ولا المهم ديال لاكريم وليده يعني الكريم اللي فيها الزيت كنجي كناخذها وكنطلع للفوق وكنكونسومي كنطلب عصير ولا شي عصير المهم شي حاجه فريش
وكنجلس تمايا موسيقى هادئه كنت كونسونطرا مع راسي وكناكل ديك الحليوه بحال هكا. لا ماشي هادو، ماشي هادو اللي كناخذ، انا نوريكم اللي كتبنا الله. كنجي كناخذ من هادي، يكونوا جوجات في الكواطه بحال هادي. انا كانت كتعجبني هادي، هادي هي هادي المذاق ديالها رائع. كنت كنجي ناخذها وكنطلع لذاك الكوان وانا خارقه السعاده وانا هاربه من الروتين المزعج. وهذا السر من اسراري شاركته معكم. وهنا اختي هي وليداتها دخلوا المحل تاخذ لهم شي حاجه نفرحوهم، تما مساكن راه كانوا محرومين هاد الايام. وتغدينا تما نيت نهار درنا شويه ديال شوفينغ، يعني شفنا شويه والشوبينغ وتغدينا وحنا راجعين. الدراري تا هما ما خرجوش منين بدا الكونفينمون، يلا اول مره تنخرجوهم الله يكون في عواننا وعوانهم، الله يفرج علينا المسلمين جميعا وشكرا. باش ديروا لايك واشتراك وتضغطوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله، وشكرا الى فيديو قادم ان شاء الله.